تفقد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية مبنى استقبال مستشفى العريش أرجاري تطويره، وقال محلب أن الدولة رصدت 250 مليار جنيه لتنمية سيناء. هذا وتناول محلب طعام الإفطار مع وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي واللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور. وأكد محلب اهتمام الدولة بتنمية سيناء وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية على أرضها، مشيرا إلى أن سيناء ستشهد قريبا تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الكبرى.